أول شيء نبغى نبارك لك ألف ألف مبروك على مسلسلك الجديد اللي اسمه 8 أيام اللي راح ينعرض على 24 نوفمبر على شاهد. أول شيء حابب تخبرينا أكثر عن المشهد والمسلسل ومعليش والكاركتر حقك اللي قاعد تلعبيه. Yes. أول شيء thank you so much على المباركة, وأنا كثير مبسوطة أنه عم نحكي عن 8 Days عبر Lifestyle. 8 Days بينزل بعد, يعني 8 Days بينزل بعد 6 Days okay. أو مسلسل 8 بينزل بعد 6 أيام بالضبط. بينزل على شاهد, هو 8 حلقات, مسلسل تشويقي, فيه جرائم, فيه قتل, فيه بوليس, فيه كرايم, فيه مداهمات, فيه جانكستر, فيه قصص كتير. يا عيني عليك, so proud of you. فالقصص كتير حلوين ومش شايفين مثلهم قبل كتير بالوطن العربي.